فايقين وفرشكين، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، نتمنى لكم كل الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا على FM احلى راديو. ان شاء الله الصبحيه نتاعكم تكون بديت بالكدا، ان شاء الله بون ديبيو دو سيمين للناس الكل، الطقس مزيان ان شاء الله، الامور لاباس ان شاء الله، نهاركم اسعد الايام. خلينا نصبح كيف ما العاد على ليكيب حاتم بالحاج اللي الفم معبي شويه. بونجور سيش، كمل لا لا صباح الخير. صباح الخير، شنو كمل نبرة اشرق في اللونتين، لا احمد ثلاثة اشرق في اللونتين، المهم صح. لا يا ربي يديك، لو كنا رايدي قلت اليوم انا مش عارف حتى مشكل، انت تعرف ديما نصبح عليك انت اليوم، تعرف نبدا بيك تتبلانج عليك. وش تحيه للمستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا، عندنا ضيف اليوم تنعرفوه من بعد شكون، وكهو ما نيش باش نطول، بس خالد ما يتغشش برشا، يتغشش يزمو يتغشش في عمره هذا، يزمو يتغشش وياكل الواحد المقصات ويطيح ويقوم، كل ما كيف باش تعلم الحياه الدنيا. خالد صباح النور، صباح خير بالمقصات، صباح المقصات، صباح المقصات، صباح الخير تونس، شهر الراديو ساعتين ونص باهين، مرحبا بالعوده، ان شاء الله ان شاء الله الجمعه تكون بدات بالباهي، الطقس سخن، صحه اللي قاعدين يعوموا. عندي ان فو سبيسيال انا اليوم، عندي شكون باش يعمل عمليه، شكون باش تعمل عمليه مره زرير مره كمل أبنى خلنا نحكي بس لا رديت هنا افميري لميسيان، كل مرة هاو جايب واحد داو بشيول مش عامل عملية ربي ايش فيه. والله بلي تاو انا الشخص اللي قاعد يسمع وباش نعمل عملية ويسمع فيك انت شنو احساس خير باش نعمل عملية، ما نعملش تاو يضحك شوية قبل ليه مرة رهيلة، عرفت مرة رهيلة العملية، هو باش نعمل عملية الرجل اللي يسمع في الردو قاعد قدام باب قدام باب ومن بعد نتفكروا هالعملية ومستنى حتى خالد بربي ليه ما تشقش وتمنياتنا بالشفاء للعباد المرضى الكل، وتو ديديكاس نعملها بعدي. اسمح فرحان برشا، فرحان برشا انه رجع بعدنا، غاب علينا خلى علينا بلاصه كبيره. مراد صباح الخير مراد، الحقيقه البريود اللي تعديت وانت غايب علينا، الكلنا كنا معاك، الكلنا خمنا فيك، الكلنا نعرف اللي تعديت بريود صعيبه، اما نعرف زاد اللي خدمتنا كلكو سوا البريود اللي انت متعدي بها، نخدمه كيف ما تقول انت اون فرونت اوفيس، دونك لازمك تكون موجود والضحكه موجوده وكل شيء معناتها مخبي انتر كيمي، وهذايا معناتها لا ديفيكولتي نتاع الخدمه اللي نعملوا فيها. انتوكا فرحان برشا انك رجعت معنا رابيدمون، خلينا نجم نقولوا ويلكم باك مراد. صباح الخير نضال، صباح الخير ليكيب كل، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله كما قالوا الاولاد تعدى نهار باهي، ما يسالش نستغل دقيقه فقط باش نعمل كما يقولوا فاصل شخصي، خاطر في الايامات هذيا من نهار وفاه الوالده حسيت الله يرحمه وينعمه، حسيت فريمون بقرب الاصدقاء، سعى الاصدقاء في العائله، عائلتي فيهم الكل نشكرهم الكل، ومش باش نسميهم خاطر ما يكفيش الوقت، واحد واحد وحده وحده حسيتهم كي الاخوات كي العائله، وهذاك المهم، كيف المستمعين تاعي فيهم معناها جاب معناها ما نحبش حتى باش نقول 100 ولا قديش، خاطر العدد ما عندوش قيمه، ما برشا 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 مساجات ما لقيتش الوقت حتى لتو باش نجاوب، اما فريمون نحييهم واحد واحد وحده وحده اللي بعثوا واللي كانوا قراب في الفتره اللي واحد لا يتمناها الحبايب، ولكن في نفس الوقت هذيك سنه الحياه ويلزم واحد يرجع ويقدم وينسى وابريتو، معناها الكلنا باش نتعداو من هذا والكلنا فانين، ان توكا ان شاء الله نرجعوا نغطيو الاكتواليتي كيما مستنسين نعملوا بشويه معلومات بشويه تحليل وبشويه بونيومور اللي هو لادين نتاع الاذاعه ونتاع البرنامج، واللي اومي طون تخلي واحد يرجع شويه في جو مفرهد وفي جو ايجابي. واضح، ميرسي مراد، بالحق فرحانين برشا اللي رجعت بحدينا، و هذا شكون سكول، لكن يحب نعاونو نجاوب مساجات ما نعاون نعرف شكون يبعث له هذا جنيه غلمو
ما عندي صديقات أصدقاء أونكم ما نعاونك في الصديقات جيوب معك مش نعطيك هما تقريبا 60-70% على ما شفت دونك عندك أنت أجا عملوني كليبر مع وجه الدود أدوك الله يرحمه من عامها قالوا ربي فضل والد الكل يسمع فينا الكل صبر العائلة الكل وقيت كيف ما العادة باش نمشي مع ألفة ليلة فترة فيك ألفة صباح النور صباح خير يلا تو سويت فترة فيك وانا راجعين 7:21 خالد نداء للعبيد اللي تسمع فينا بربي أهل الخير حتى قاعد يفطر في يعمل في ديج خبز شيح كامل الخبز خبز شيح كملت الخبزة حتى قاعد نبدل في ليزابيتود كولينير نتاعي قاعد نتخلص بشوية بشوية بالقمح فازة جديدة نتخلص من الزبدة والمعجون ماش خالد على الزبدة على معجون هذا خبزك هو خبز شيء وأنا وليت في الطبقة السفلى ليه خبز مبس هذا كان مش تحت طبقة السفلى هذي مش خبز مبس خبز مبس بال هذا قمح تونسي صح مش مستورد يعني مش قاعد نضيع في الدوفيس ولا مش قاعد مش مبسس وانتو كان شيح كوشتنا نذال وانتو كان فيزيوال مو يغسس فيزيوال مو كتير وبرك تغص جبتنا نهار جبت كرواسون وبان وشوكولا بش تظلنا نحن طبقة شعبية ناكلوا الخبز الشيح الصباح وانا الوحيد طبقة انا وخالي لوفسكي طبقة شعبية فهمنا شكون شيخ وبلاست نجيب اليوم في المسك العوفيت الحرية نجيب ما وش معنا حبيت العراق نجيب ما وش معنا كل شعورات كل عوريت دوك نجيب مش معنا اليوم على خاطر مراد جاي حبينا مراد يرجع بالسياسة حبينا الرجعة بتاعه تكون سيرة دوك قلنا نجيب بيب مراد حطنا في اللون قالوا دولي برا كابتير في اللون نجيب نهار على اثنين ونحي السكر تسكي بودر بلوش وشعره بلوش نحي السكر وملح ونجيب نجيب أو توكا ليكيب بريسكو كومبلي ذولي وقيت باش نبداو الأخبار بتاعنا أهم ما صار ما بين البارح واليوم تو سويت الـ 24 أور كرونو 24 أور كرونو نبداو الـ 24 أور كرونو مع الأخبار اللي البارح تقريبا الناس الكل تحكي عليه وهو الانفجار اللي صار في المنزل الوظيفي لوزير الداخلية واللي بسبب الانفجار هذا زوجة وزير الداخلية تم نقلها للسبيطار إن شاء الله تكون في صحة جيدة وزارة الداخلية تهبط بيان تقول الانفجار هذا بسبب تسرب جزئي للغاز والقضاء يأذن مباشرة الأبحاث نبدأ معك حاضر هو البارح يسير انفجار غاز أي انفجار حتى تفلق عجلة في الجراج متاع وزير الداخلية خبر مهم للدولة دونك بون إلى حد الآن حالة معناها بتاع تسرب غاز مش عادية يعني لكن فما بحث لكن ما رقاوش أدلة أولية اللي هو عمل فعلي فعل دار وزير الداخلية من أكثر الديار المحروسة في تونس هو منزل وظيفي دونك كان فما خلل خاطر البارح لما حراو الناطق مش الناطق رسمي هو مدير مكتب العلاقة مع المواطن متاع ستيك لما حكونوا فما دي ترافوت عملوا في زمن ما همش فما حاجات يمكن مش مطابقة المواصفات لمح الأشياء اللي راهي الانستالاسيون على تونيزيان مولد البني عمل نتخيل حتى اللي عملوا الانستالاسيون مش يرجعونه بالي مش يطلعوا للمعلم اللي قراه دونك بون اون بونس با خاطر بحاجة كمان هكا جو زادة معناها صارت راهو في تونس شكون وزير الداخلية ولا وقت وزير الداخلية اللي في داره اللي ضربوه بالكرتوش في سيدي بوزيد بن جدو. معناها وزير الداخلية معناها في تونس قبل كان صحابي قلعة من قلعة غرسلي تواجد جي عندوت الغرسلي نجم الغرسلي ولا بن جدو لا بن جدو وقت في القسرين داره في قسرين ولا ها لا بن جدو شو دونك فوالا معناها ما يتعديش مش خبر معناها تاع اكسيدون دوميستيك هذا معناها فما ان اكسيدون لكن يلزم نثبتو كوميم خاطر سنخينا فواغ ما بين ان اكسيدون ولا بفعل فعل حتى واحد جاي بربش معناها تنجم تسمى بفعل فعل البارح البلاغ نتاع الوزاره هبط ماضي 3 صباح كامل صحفيين يتصلوا بالوزاره سمعت حتى ليكيب نتاع 90 دقيقه حاولوا يتصلوا قالوا لهم ما عندناش معلومه
هو راهو ديما الاطراف الرسميه ديما عندها الاشكال هذا سكو سوا تعطي المعلومه وتكون ناقصه وبسرعه سوا تستنى شويه وتعطي معلومه تكون معناها اقرب للواقع منها. دونك يبدو لي انه ما نجموش نلوموا عليها برشا، ولكن كما قال حاتم وقت يكون انفجار في بيت البيت الوظيفي لوزير الداخليه هو خبر ما فيه حتى كلام في بلدان العالم اجمع. الحمد لله ساعه والحجم فماش ضحايا في عائله لعائله سيد وزير الداخليه، لكن زوجته اول حاجه دارت لك اللي يبدو مش حاجه معناها التعامل مع المعلومات هذه ديما صعيبه. دونك باه وزاره الداخليه خذيت الوقت باش تعمل تحريات، خذيت الوقت باش تعمل ابحاث، باش تعمل تحقيق. هذا زيد ممكن معناها عارضا نجبدوه، زيد يخلي الناس تفهم احيانا نعيشوا في دي فانتازم، احنا نفانتازميو على البيوت ولا الديار نتاع الوزراء واللي هي املك الدوره، ماهيش كلها حاجات فخمه، وراو فما وزراء اللي عندهم وزارات كبيره ياسر ويعيشوا في ديار معناها ماهمش انترتوني ما يلزم. لا ما نقولش موديست، ما نستعملش كلمه موديست، ان توكا ماهيش ديار راهو في في البذخ والفخامه اللي الناس يتصوروها. راهو ما نحيو الفكره هذه في تونس، مع ان اباري ذولي البيت رئيس الحكومه في كارتاج البقيه راهي معناها فيليت على العموم قديمه وماهيش. وجوس نحلوا قوس راهي فما مشكل قاعدين تراو في تونس، قاعدين تراو في الحيوط ماهيش مبيضه، معناها الوزارات ادارات ديار لونتروتيان معناها ما عادش اولويه عند العباد الكل. دونك سيت فيل بلادنا وليت معناها مش شويه معناها ليه نحكي لك، ما نحبش نقول برشا خاطر معناها شنو الاولويه، خاطر للضروره شنو الاولويه للضروره فما ناس. دونك لونتروتيان كيما راهو في المؤسسات العموميه ما لونتروتينو كيما راهو حتى الديار الوظيفيه معناها جو بونس با كسون اكسبسيونيلمون. وهذا يمكن يدخل في الخانه هذا نتاع حاجه يمكن انستالاسيون عند درا قداش من عام وما فماش كنترول عليه. ما حتى الكيسات كانت تحب تدخل في الموضوع هذا كل شيء كل شيء لا ناس وليت كي تبني ما عادش تليق معناها فما برشا ديار حمر يجور وليه فما 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 زاد تخلي عن المسؤوليه من البلديات. انا قبل وانا صغير نثبت فمك الكمين اللي يسيقوا كريمات ترش في الماء وتكنس وراها في الكيسات، وعمري ما عليها عندي ممكن 15 سنه ما ريتهمش الماكينات البلديات اللي خذاو استقلاليتهم في اطار المركزيه هذه تاع اللي باش تعمل على 27 سنه ما عادش عندهم دي ريسورس. فما بلديات تعرف قداش يعملوا في قداش يلموا فلوس، يلموا 3% من المداخيل اللي حقهم يلموها، معناها فما 97% نحكي بلديات مدن كبيره. فما زيد هو موضوع جبد موضوع، ما فما ملفات فساد في البلديات، خاطر مثلا انا نحكي على البلديه نتاع القروان، فما اكبر معناها اهم حي الحي التجاري اسمه داير في القروان اللي فيه اكثر اكتيفيتي ايكونوميك، الحوانت اللي فيه نتاع عائلات بعينها كوم كوا عيان واللغه هذيك، وتلقاه كيري تلقاه كيري محل في وسط البلاد مليون حتى اقل في العام، وهو بيدو يكريه الواحد اخر برشا فلوس في الشهر. معناها فما ملفات فساد نورمالمون، العائدات هذيك تمشي للبلديه والبلديه تصرفهم على المواطنين. اما باش نرجع لحكايه الانفجار، الحمد لله اللي ما صارتش وفيات، على خاطر كان صارت حاله وفاه برا شكون باش يصدق اللي هي تسرب نتاع غاز خاطر التسرب نتاع الغاز حاجه تصير في الديار الكل. كواكو نحكيو على دار وزير الداخليه نورمالمون في اي بلاد تحترم نفسها فما سكون ابيل البلايص اللي نيفو دو توليرونس زيرو، معناها ما لازمش حتى الحاجات اللي تصير في الديار العاديه كيما على غالب واحد نسال الروبيني نتاع الغاز محلول، نورمالمون حاجات كيما هكا ما تصيرش في دار نتاع وزير داخليه. ما صارت قدر الله ما شاء فعل. ما اللي صاير في تونس معناها بيزار، وانكور اون فوا الحمد لله اللي ما صارتش حاله وفاه، على خاطر كانت نجم تكون شراره نتاع حاجه اخيب برشا. فما حاجه زاد طب بعديش كنت حاب نزيدو نتعمقوا فيها اكثر، لا رياكسيون تاع تونس مشكله عاد، خاطر ان تاهو يهبط اخبار الصباح في انفجار في دار الوزير راهي تونس كل تقلبت واشاعات وشدوا وارهابها
جو بونس كو فما مرحله تعديني لها خاطر البارح انا معني عشت اون ديريكت وقعدت نفركس على السورس ونتكلم في المعارف نتاعي خاطر مخترة الحكايه كان صار انفجار بفعلي فاعل باش ندخلوا في سبيرال كبيره مي لي تونيزيان اون غاردي لا تيت فرواد معناها هذه حاجه ولا ما عادش نحسوا شيء ولا الجلده ماتت انا مونا في ما تهذولي العبيد فهم ويا اللي ما تنجمش تكون اي معناها سيتي ترو انا مونا في الجلده ماتت وما عادش حد شيء ممكن بالحق ينجموا راهو حاجتين خاطر خاطر سوسيال مون يلزمنا كلمه صحيحه على الاخر على خاطر نورمالمون ما ترى تقلبت الدنيا شنو العباد خدم مشيت في ثنيه انتم راكم يا ناس نسيتوا وتكمل الكلام حاتم وخالد وقت صار العملية الانتحارية اللي عملتها مرأة متحجبة قدام المسرح البلدي يلزمك تشوف الناس جيت تتصور وتعمل في السياسة احنا ولا عنا التعامل مع العنف والإرهاب معناها بتاع ناس كول ياسر كول زاتلين يلا وقايد باش نمشي للاخبار مع انيسة. انيسة صباح النور. صباح الورد. صباح الفل والياسمين. تو سويت اف ام اكسبريس وانا راجعين. يلا مازلت صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى متنان فايقين مع نذال. 7:33 دقيقة مازلنا مواصلين معكم حتى لتسعة ونص. صباح الخير مرة أخرى العبيد اللي خلطوا علينا الكل. خالد أنا ما نحب نعمل تحية وتمنيات بالشفاء المدام عفيفة ويلي اللي تدخل في السال دوبيراسيون شوية آخر وقعدت تسمع فينا وتحييك حاتم نقول لها إن شاء الله لباس وتخرج منها سلامات إن شاء الله يا رب. إن شاء الله مدام عفيفة ويلي مدام عفيفة ويلي نحييوها وسلم عليها ونقول لها إن شاء الله عنده رخصة سير ضعني عفرك صلى رخصة اوتوكا مازلنا مواصلين في الهير رئيس قبل بدينا مازلنا مواصلين في الفانتكات خونو. نحب نرجع شويه على الكلام اللي قالته ساميه عبو البارح دونك كان ضيف رونديفو 9 مع ملك بكيري على قناه التاسعه. ساميه عبو تاكد انه التيار مش باش يشارك في الاستفتاء وتعتبر انه سعيد قاعد ينقذ في حركه النهضه. نسمع شنو قالت بالضبط. اللي يعمل فيه قيس اليوم عملته النهضة في 2011 أنا كنت ضد هالنهضة اللي تعمل فيه علاش بجي مع قيس تا وقتي أنت نفسه يا قيس عمل فيه. وحاجة أخرى بقاء النهضة وعدم مساس بها لأن ما مساش النهضة وين تفيها النهضة في السجون. النهضة من يوم اللي خذوا السلطة أثبتوا أنهم هم عندهم أهم مع السلطة وأنهم مش همهم إصلاح البلاد وإنقاذها وإنما همهم فقط التموقع نفس اللي عم فيه اليوم قيس. هذيك عشان نقول كان ممكن في 25 جويلية يفتح باب متاع محاسبة جدية وفعلي هو قدر على غازي الشواشي وعطاها وعمل له تتبع وأذم تتبع هك انت قدرت باش تفك السلطة القضائية. دونك سلون سامي عبو سعيد يعمل في اللي كانت تعمل فيه النهضة من 2011 تعتبر انه يعمل في نفس الحاجة. لا في خاطر ما فكس السلطة القضائية معناها هو الحاجة اللي توا يمكن العبيد خاطر معناها مدام عبو تتكلم عندها شحنة سياسية. التيار البارح سايب صواريخ انت شديت غازي شويشي مرمته مرتين مرة في اتهام بتاع تفويت أراضي دولية بسعر معناها سمبوليك والحكاية هذية الادعاء التصريح وزيد كامل هو البارح معناها ما هيش ويخفى حكاية معناها مدام بودن منعرش هل الحكومة هذية ما تفهميش معناها بالحق معناها سي لون فلوف ترانكيل معناها عندك لا جو سي با معناها اذا الحكومة ما تردش اذا بيان سور باش يقعدوا هكا راهو جمعة كاملة المعارضين نتاعو حاجة المعطى الجديد اول حزب بالضبط يعلن اهم حاجة قال لي هو مش باش يشارك في الاستفتاء وتوا شد عندك العرض جوستومون هذاك هو السؤال عندك 200 حزب مينيمو هذول حتى حزب العمال لازم نعتبروا انه تو سامي عبوك قالت هكا حلت الثنيه لاحزاب اخرين باش يقولوا يلا حتى احنا خلينا يكون عن الكوراج اونتخ كيمي باش نتبعوا ونقولوا ماهيش مشاركين في الاستفتاء. ان توكا اول حزب برلماني ما ننساوش حاجه راهو التيار في 2019 كان اكثر حزب في تونس حسن العدد نتاع الكرسي نتاعو عنده 22 نائب مر من 3 ل 22 نائب ما بين 2014 و 2019 وعنده نحب ولا نكره قيمه اعتباريه في تونس. حتى شفتهم بعد نرجعوا للسونداج عنده 4% في الانتخابات التشريعيه. العدد ماهوش كبير لكن عنده مجموعه من الشخصيات اللي توانسه يسمعوه مش معناه يحبوهم لكن يسمعوهم كي تقول محمد عبو ديما تسمع غازي شويشي تسمع ها ديزانفلونسور
لا عندهم قيمه اعتباريه معناها سامي عبو تحب ولا تكره في صغري مش سي با بيجوراتيف فورسيمون راه انستغرام والكلام اللي قالته ماهوش غلط كومبليتوم هي خاطر سمعت البارح الانترفيو وكلامها كان مهيكل عندها فكرتها هوش تقولك في 2011 ما نجمناش نقضيو على المنظومه نتاع بن علي واللي جاوا من بعد الكل رسكلوها اللون روسيكلي قيس سعيد جاء 25 جويلة ما قضاش على منظومه النهضه رسكلها وسيفري اللي فما نقاط استفهام والناس القريبه من التيار ما تنجم الا تكون اكبر المعادين لرئيس الجمهوريه لانه اللي قاعد يعمل فيه مع غازي الشواشي حاجه ما تتفهمش ما عندها حتى منطق معنى ما تنجم تستعمل كلمة مهمة قالتو أنت قدرت على الشواشي وما قدرت على الأخرين لا معنى غازي الشواشي تنجم تكون معاه ضد وذيك حاجة أخرى أما عموما نجموا نعتبروه من الناس اللي كانوا وقت حكومة ياسر فخفاخ وعموما كي كان في المجلس ما يمكن نسميه رجال دولة نجم تكون ضده أما مش أنك بالطريقة هذه مرة تخرجوا في تيامات كبيرة ضده تيامات فساد معناها التتبع عدلي على التصريح صحفي التوانسة الكل اللي في ميدان سياسة وفي ميدان الإعلام يعرفوها الحكاية هذية وأنه مدام بودان تحب تستقيل من مدة طويل تعمل تتبعات ضده معناها فما يبدو لي إشكال شخصي الرئيس عندك الحكاية هذومة متاعك يحط عينه على واحد قال فيه كلمة ولا حاجة يركز معاه وبالتالي فأنه الموقف متاع سامي عبو على العموم معقول وكما قلنا الحدث السياسي المهم هو أنه التيار أعلن أنه يلفا بويكوتي بعد أنه سيدعو للتصويت ضد ولا لا هذا هو كان يتبعوا برشا التيار يتبعوه برشا أحزاب أخرين إيكو مثلا تلقى أغلبية الأحزاب ماهيش بتشارك في الاستفتاء هل الاستفتاء تقعد عنده نفس المصداقية شكون يحد المصداقيه هو قيس سعيد قال لك انا معناها ماشي منتصب القامه يعني وما ما يمنيش بالاستشاره قالوا له فيش لا قال لهم ليه ناجحه حتى كان 90% من الاحزاب 22 سبتمبر لا معناها قرار تاع 22 سبتمبر لا راهي رك خرجت على المسار تاع 25 جويليا مشي معناها ماشي ما يهموش في الـ في الـ في الرياكسيون في اي بي فينالمون يظهر لي أنا بشوية معرفة سياسية يعرف أنه وقت اللي قال أنه الانتخابات ماهوش يكون فيها مراقبين دوليين يعرف أنه الرياكسيون متاع الأحزاب باش تكون المقاطعة متاع الانتخابات واللي كان قرار غريب جدا من رئيس الجمهورية دونك تنجم تمشي في تأويلات متاع حتى ماذا به ما يشاركوش تو سامبلومون على خاطر في الآخر يقول لك أنا حليت الانتخابات وشاركش 10 من الناس هذيك هي باه لو عندك الكلمه نتاع الكلمه على حزب تكمل على حال خالد ديما الرئيس شوفوها الكلمه هذه يقول هذم ناس لفظهم الشعب ويقصد بهم الاحزاب دونك هو بالنسبه لي انه الاحزاب يشاركوا ولا ما يشاركوش دو توت فاسون الاحزاب لفظهم التوانسه لهذه المعجم الرئيس هاك بشوف ماذا العرض قد يفشي تبعوا نورمال مو أدمتون خلينا الأخر مو أدمتون كنت قلت 90% من الأحزاب تقول لك أنا زيد جو بويكوت الاستفتاء ويقول لك كنت 10% شنو ما تشنو بشي يصير اسكو قيس عيلي نجم يمشي ويكمل في التويل هو من ناحية بشي كم في التويل بشي كم في التويل 50,000 مشارك بشي عادي يقولك ويقول لك نجاح لا مثيل له في التاريخ هذيك الابروش خاطر معناها اقولها بكل لوع معناها فما جماعه عنده عليه تاثير كبير هما ويتبعوه حتى كان من غدو يعلن حرب على ليبيا هاي ليبيا بدات تتحرك وتسخن اليوم الصباح بديت فرحوا بيهم بداوا عرفتك اللي الدبايبه المزيان اللي الكسوه اللي ولا اليوم شاف دقير المهم يعلنش حرب على امريكا خاطر نجموا نخسروا شكون قالك معناها المصمودي باش يولي باش يولي سفير كريت اوكرانيا شده كمان مع روسيا لحد ما كان حتى تشد فما زوز دو توندونس في تونس في الناس اللي معارضين المسار مش المسار تاع 25 جوي نحكي لما المسار اللي البوست 25 جوي هذوما الاستفتاء اللي هبط لنا من العرش هالاولويه اللي تعطات للدستور ونحن مازلنا عندنا ما عندناش حق بك وقمح دونك فما دو توندونس فما ناس يقول لك المقاطعه
مبدئيا واللي تحب انت. وفما ناس يقول لك المشاركه والتصويت بلا فما زوز توا دي توندونس والاحزاب الكل حاتم فيها نقاشات داخليه وفي الكواليس قاعده تصير حتى حركه الشعب بما فيها حتى عبير موسى حتى وسط حركه عبير موسى فما ناس تقول لك احنا اليوم قويين سامحني حاتم قص عليك فما يقول لك احنا قويين خاطر حزب عبير موسى قوي خلي نشاركوا وعلاش ليه نجيبوا اغلبيه كي تجيب اغلبيه في الاستفتاء وقتها تولي مش لابروش متاع النظام السياسي انتوكا على حكايه الانتخاب على القائمات عبير موسى ماهيش مخالفه برشا قيس سعيد في الحكايه هذه اي مخالفه مش على القائمات على الاسامي على الاسامي على الاشخاص فهمت اي دونك سي ابسورد مشهد عبثي اما فما اما فما اما هي عبير موسى دون لابسولو مش معارضه النظام الرئيسي اكزاكتومون اللي يعمل فيه قيس سعيد اكزاكتومون دونك تشارك ولا بتشارك وكي تشارك تصوت نعم ولا لا فهمني شنو اذا لا كنت هو الاغلبيه يقول لك لا اما كما قال حاتم قبليك المقاطعه موافقه على المبدا فهم العبثيه اللي صايره ما يساعدهاش لا لا النظام القاعدي لا ماهيش هي في التشريعيه يساعدها كان القائمات ما تنجم معناها عندها لي شيفر كيما اللي خرجوا اليوم هذوكم راهو لي سونداج هذوما مبنيين على عقليه في مخ العباد اللي هي حزبها كيما حزب قيس سعيد هاي كي يحط لك انت قيس سعيد صفيح نابل ولا واحد معناها في معناها في رئيس قائمة تو فا كوميم باش هذيا الأشخاص طونك عندك توا معناها 50 سنة وأنت تنتخب على القائمات ما تنجمش دو جور لوندومان تو شانج ودايور لو ريسك أنا باش نعطيكم الأناليز معناها نتاع المشاركة ريت اللي شاركوا برشا بلاي كي تبدا مش لا موبيليزاسيون بور لو وي ديما في الاستفتاء تكون أكثر ملي معناها ريت هو الميتريز الواحد خاطر العباد ماهوش باش يصوتوا على البند الرابع ولا باش تولي الدوله درشنوة ولا باش تولي باش يصوتوا على مشروع قيس سعيد هو باش يصوت على الشخص هو باش يصوت على انسان عتيفيق ونعرفوا اللي فيق عنده بنسب قد ايه واصل اليوم فوق 60% اما اقل تصويت اقل اي اما نوايا التصويت اكثر مره يهبط أي أي اكثر أي مره عبير تطلع وصلت قريب العشرة هكا في 65 10 50 في حين كنا 80 3 4 دونك كلكو سوا لي سو راهو استفتاء من توا نقول لكم غير ما تكسر راسكم راهو باش النعم باش يربح كلكو سوا اكس المقترح في فرنسا واكبر ديمقراطيه من اقدم الديمقراطيه وقت تفكر لليونيو اوروبيه نخلي باش يدخلوا ويخرجوا عداو 50 وقت الشعب الى فوتي نو طفيو الشعب وعملوا هذيا ديمقراطيه وعريقه وديزانستيتيوسيون معناها سوليد تصور انت سعيد كي ميتريز كل شيء باش يعدي لك الحاجه يبقى السؤال الوحيد وقتاش تدخل في الحمله الانتخابيه وهذا هو السؤال المطروح على الاحزاب تعرف السؤال الاهم يعني السؤال الوحيد نقصد سياسيا طبعا السؤال الاهم يظهر لي كان تمشي في ليه على خاطر عندنا لامبريسيون عندنا الاحساس انه المسار نتاع قيس سعيد اللي اعلن عليه من 2021 ماشي في الثنيه اللي رسمها هي وما يوقفوا حتى شيء ما فمعناش القراءه اذا كان تم التصويت بلا على الدستور مثلا فما رؤساء مثل نرجع نقول ليكزامبل تاع ميلانشون يقول لك انا كنطلع رئيس باش نتعدل الجمهوريه السادسه باش نبدل نظام رئاسي باش نحضر دستور ونعديه للاستفتاء كان الفرنسيس يقولوا لي ليه نستقيل من رئاسه الجمهوريه قيس سعيد بالمقترحات نتاع المقترح اللي باش نصوتوا عليه في الاستفتاء كان نصوتوا عليه التوانسه ليه شنو اللي يمنع انه يجي يقول انا عندي سلطات الكل دونك اي خلينا نعمل انا وحدي قانون الانتخاب ما نجمش البارح وين نمشيو نقعدوا في في الموجود الخرايفي البارح معليش قراءه اللي هو الموجود الخبراء القراب شويه من قيس سعيد قال نرجعوا للدستور 2014 دو توت فاسون هو جوست اليوم رقم رمزي هو اليوم احنا مازالنا بالضبط 70 يوم على الاستفتاء نهار 25 جويلية كان صار نهار 25 جويلية ويبدو انه ماشي الاشكال زاده بون تعديوا المواضيع اخرى هو زاده على شوفش نصوت واحد بي انا كي الدستور عملت لي انت مشروع الدستور ساعه شكون باش يكتبوا المشروع اول حاجه ثانيا وانا كي تعجبني حاجات وما تعجبنيش حاجات في الدستور شو نعمل هذه الخطوره نتاع الاستفتاء الاستفتاء في 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 في, 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 في نظريه القانون وفي الممارسه اون جينيرال يكون اون كيستيون
une réponse simple à une question simple. يعني الجواب بنعم أم لا على سؤال بسيط وغير معقد. في سويسرا كل شهر نعمل استفتاء. احنا العكس، احنا قاعدين نعملوا في نمشيوا في جواب بسيط على سؤال معقد، وهذا هو الإشكال الكبير نتاع استفتاء رئيس الجمهورية. وسيرتو نرجعوا باش يتعلموا زاد اللي كانوا 2014 اللي المجلس التأسيسي وقت اللي قبل، وقت اللي كانت فما جدل على المرأة مكملة للرجل ولا الدولة دولة مسلمة دينها ولا حرية الضمير اللي تزيد في آخر دقيقة في دقيقة 90. وقتها كانوا برشا ناس بعقلهم قالوا نعملوا استفتاء، خاطر كان عملنا استفتاء على 2014 يعني المشاركة كانت كبيرة، ورانا عرفنا إذا الدستور بتعدى بالاستفتاء ورا فما بنود تحات فما حاجات قاعدة، رانا أون لا أسيومي بوكو بلوس كسا. وقايد باش نمشيو مع ألفة مرة أخرى للا مفوترة فيك وقتهم ذي برانشين معنا برشا أخبار مازالوا يستنيو فيكم. مع تو سويت 7:53 دقيقة حبيت نسكروا الموضوع اللي كنا نحكيه فيه قبيل، نسكروه جوست اون دونون كلكو شيفر. نوايا تصويت في الانتخابات التشريعية عطينا احنا بلوز اوموان، دونك الحزب الدستوري الحر 29.9%، حزب قيس سعيد 26.2%، النهضة 8.7%، حركة الشعب 4.9%. نمشيو لنوايا تصويت في الانتخابات الرئاسية، قيس سعيد 65.2 وعبير موسي 9.8. قلنا قبيلة يظهر قيس سعيد سي لو نيفو لو بي با تو، وهي اعلى، وهي اعلى نيفو، موسي اعلى نيفو تو على البريود. يبقى بطبيعه الحال يتعدى من الدور الاول اذا كان سيغما سيغما كونسيل اللي سيغما كونسيل يخرجوا اليوم في جريده المغرب. ملاحظه في التشريعيه 58% من التوانسه ما يعرفوش شكون باش يصوت عزوف ما بين 58 و70، حتى هذا هو بون رقم يقعد سلبي جدا، لكنه اقل سلبيه من 3 اشهر التالي. انا عندي اقتراح مع ابراهيم السيد الرئيس، مادام قاعدين يحضروا في المسوده نتاع مراق اوناتوندون، يحضروا المسوده نتاع الدستور الجديد اللي باش يحكم البلاد، ماذا بيا نقترح انه يحطوا قانون اقل من 50% ولا 40% ولا نتاع ابستونسيون، ما تعديش الانتخابات، على خاطر انت تعمل انتخابات ويتغيبوا عليها 60-70% من المصوتين، شنو هي مدى مشروعيتها وشرعيتها نورمالمون؟ فهمت؟ في الارقام ملاحظه حاتم، مالغري تو احنا ديما مركزين مع عبير موسى وقيس سعيد بسرعه، اقل معناها فما كوميم اكثر من 45% من التوانسه اللي ماهمش في صوته لا لقيس سعيد ولا عبير موسى، معناها احنا ديما كي نقولوا ما يسمى البولاريزاسيون 30 و5 معناها 6 و5 معناها قيس سعيد وعبير موسى كيتلموا مع بعضهم يجيبوا 57% من التوانسه، اللي هو رقم محترم هذا ما فيه حتى كلام. لكن فما كوميم براتيكمون ما بين 40 و45% من التوانسه، وهو رقم كبير كذلك. اللي ماهمش يصوت لهذا معناها كي نقولوا اليوم نسمع ساعات ناس تقول السياسه انتهت وما عادش فيها وفما كان قيس سعيد وعبير موسى، قد يكون صحيح، ولكن زاده ردوا بالكم راهو فما ناس اللي عجبها لهذا. هو راهو فما الارقام، فما حاجه مهمه جدا قاسم المشترك، كي فما سواء قيس سعيد سواء عبير موسي كان مش النهضه راهو ما يخلطوش الارقام هذه، لا شرعيه تصعب لا شيء، يجمعهم محاربتهم للنهضه ومدام سامي عبو اللي تتسائل شبيه النهضه ما مش في الحبس، تنجم انت تدخل فوند كوميرس نتاعك الحبس حتى اي ليه للاسف هذاك خاطر ما نحن زاد نراو في الملك الطاهر بارتو، يظهر لنا اي واحد هكا يظهر لنا اللي هو باش ينقذنا وهو عنده الطهوريه والواحد الكل، ليه العباد الكل شبه لبعضها فينا الماء اي مالوغوزمون. مالوغوزمون زاد باش نمشيو الاخبار، ياسف باش نمشيو الاخبار اخر، نحكيو على وفاه رئيس فرقه الشرطه العدليه في المروجات بعد معانا ظهر لي لمدة عام كامل بعد الحادث اللي تعرض له عمليه، والوقت صب عليه بيع خمر ما فرق، الله يرحمه وينعمه. مجرم واحد يبيع في اللكحل، اي واحد يبيع في الشراف في اللكحل، مش بيع خمر عنده رخصة. تصور وليده البارح الحقيقة ونشوى زي باش ما نعديوهمش،
حاجه توجع برشا وحبيت ندوك من هنا. هو نحن نقدموا بالتعازي للعائلته وهذيك اهم، راهو يا عبيد يا ناس راهو خدمتك خدمتك وعائلتك عائلتك، راهو راس مالك هي عائلتك، معناها كي تحمي عائلتك تحمي روحك تحمي عائلتك. نحن الامن ديما في نحن مستنسين نسمعوا بهم كي في مواجهتهم مع الارهابيين، لكن زاد فما راهو مجرمين اللي كي يمشيوا يهدوا عليهم الحاكم يجبدوا عليهم الفروده يجبدوا عليهم السكاكن، فما حوم كان تدخل باقة غادي وتتنقبلوا عجله ما يخرجوش، معناها العنف. نحن ديما البارح خاصه زاد حكينا شويه على الامن والعنف من الاتجاه الاخر، لكن العنف من الاتجاهات الكل، وهذيا معناها سيت ان ريزولتا تاع سنوات يشحنوا فينا ضد بعضنا. وكيف ما البارح هنا سوتوني مثلا لي جون اللي عملوا لك الجرافيتي وقلنا ولا تحبوا تكره هذاك الفن هنا ما توجد بيان سور هذوما معناها بالتعليمات هذيك حاجه واضحه من الامنين اللي قاعدين يخدموا ويتعبوا وعندهم عائلات ضحوا بحياتهم. نجموا نقولوا انه المرحوم هذا ضحى بحياته من اجل مكافحه الجريمه. هذا واضح ولا جدال فيه، مش اليوم مش من انتقاداتنا الامن خليوها لنهار اخر. انا فما سؤال نتسالو كل مره يكون فما شهيد، هذا نجم نعتبره شهيد سواء في سلك الامن ولا في سلك الجيش، علاش ما عندناش تقاليد الجنازه الوطنيه في تونس؟ علاش علاش السيد هذا اللي بغض النظر على كل شيء هذا مات من اجل الوطن، بالحق مات من اجل الوطن، مش كلام فعل، مات من اجل الوطن. علاش السيد هذا ما تصير جنازه رسميه في ثكنه في مقبره خاصه؟ جو بونس بتصير خاطر ما يجمش تتفن مرتين وثلاثه، خاطر ما صارتش احنا حتى هو ميت هو تتفن البارح نجمو حاجه سامبوليك باش تصير في وزاره الداخليه معناها ليه مش مش بقتلوا ونجيبوا العائله، لا جنازة وطنية بالموسيقى العسكرية بكل ما يلزم. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويسامحه. تعازينا زاد للزملاء والأمنيين. بالطبيعة الزملاء والأمن دو مانيير جينيرال. وقايد تو كيف ما العادة باش نمشي للميتيو الأخبار سبور وقعدوا متبرشين معنا، أنا راجعين لكم تو سويت.